فصل كبير من الألم يسترجعه عبد الله في هذا الحي الذي عاش فيه سنوات طويلة. هذا الممر حمل أجمل الذكريات وأقساها في ذاكرة طفل أرهقته ظروف الحرب ومراحل النزوح المتعددة. طفل 12 ربيعاً محدقاً بعينيه نحو ذكريات طفولة كانت ذات يوم في هذا الحي. أنا كنت ألعب والصاروخ وقع هناك، بعد طلع دخان وأنا كنت أصيح، بعد خفت. لحظة سقوط الصاروخ على منزله كانت أقوى من قدرة تحمل طفل اعتاد على الغناء والرسم واللعب مع عائلته وأصدقائه في الحي. تفاصيل كثيرة في حياة عبد الله غيرتها الحرب وأشابت فيه مرح الطفولة. وقع الصاروخ وهو كان يلعب، شاف الصاروخ وهو أجي إلى بيتنا، صاح بكل صوته أمي أمي أمي، بيدخل مسكنه الجيران. وخلاص من بعد هذه اللحظة يعني جلس مستعجب ما يتكلمش، وكان يشيق قال لك يدخل. بعدين أسعفوا نحن ونحن يعني في حالة غيبوبة أني وأخواته، وهذا وهو يشوف وشاف الدم وشاف كل حاجة، مما أدى إلى يعني صدمة نفسية قوية. عبد الله نموذج لكثير من الأطفال الذين ألقت الحرب بظلالها على أرواحهم، حيث يعيش الأطفال في مدينة تعز حالة نفسية متدهورة. وبحسب مراقبين لمستوى الصحة النفسية للأطفال الذين شهدوا الحرب، فقد تنوعت تأثيراتها عليهم في الميل للعنف والإنعزال وأحياناً الرغبة في الصمت. أثار الوضع النفسي لدى الأطفال مخاوف شديدة لدى أسرهم، مما دفعها لوضع أطفالها في هذه المساحات الصديقة للطفل، حيث يجري هنا تنفيذ أنشطة ترفيهية وثقافية تعيد تأهيل الأطفال نفسياً وإشراكهم مع أقرانهم. في هذه المساحة الصديقة للطفل يعمل مشروع الاستجابة الطارئة على إعادة تأهيل الأطفال نفسياً من خلال أنشطة عدة تنوعت ما بين رسم وألعاب في محاولة لإعادتهم لطفولة سلبت منهم. الأطفال هم أكثر احتياجاً للجانب النفسي، للدعم النفسي، للأنشطة النفسية، وهم بحاجة إلى تكريس كل الجهود في هذا الجانب. إذن الطفولة في تعز تحكي للعالم بأن الحرب لم تكن الخيار الذي يحلمون يوماً بمواجهتها ومعايشة فصولها المظلمة، مؤكدين أن كل ما يريدونه هو حق الطفولة والحياة بسلام. مها علي، قناة بلقيس، تعز.